باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نواصل حديثنا عن قيامة المسيح من أجلنا كمرحلة أساسية من مراحل خلاصنا. في الحلقة الماضية تكلمنا عن فكر البابا أثناسيوس الرسولي بخصوص قيامة المسيح من أجلنا، وبدأنا الحديث عن فكر البابا كيرلس الكبير في هذا الموضوع. بنكمل في هذه الحلقة فكر البابا كيرلس الكبير عن قيامة المسيح التي تمت من أجلنا. نتكلم عن بند أساسي عند القديس كيرلس الكبير، وهو النتيجة الحتمية للاتحاد الأقنومي في المسيح هي أن تنتقل الحياة منه إلينا. القديس كيرلس الكبير كان مهتم جدا بموضوع الاتحاد الأقنومي، أي وحدة لاهوت المسيح بناسوته وأثر هذا الاتحاد فينا. هو ده الموضوع اللي احنا عاوزين نتكلم فيه شوية. فالنتيجة الحتمية للاتحاد الأقنومي في المسيح، أي اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخصه، هي أن تنتقل الحياة من اللوغوس إلى الجسد، أي إلينا نحن الذين كنا ممثلين في هذا الجسد. هو ده ملخص اللاهوت السكندري فيما يختص بالاتحاد الأقنومي. لاحظوا زي ما قلنا المرة الماضية إن هذا الكلام ما هوش كلام للعقل، ولكنه كلام يصب أساسا في خلاصنا. كان اهتمام القديس كيرلس الكبير في كل تعاليمه منصبا على عقيدة الاتحاد الأقنومي، أي وحدة لاهوت المسيح بناسوته وأثر هذا الاتحاد فينا. جدير بالذكر هنا أن القديس كيرلس الكبير يشهد بنفسه أنه استلم الأسس الأولى لعقيدة الاتحاد الأقنومي من سلفه القديس أثناسيوس الرسولي، إذ يقول في الرسالة الفصحية التامنة له اللي هو القديس كيرلس الكبير، يعني كما قال أبونا الأسقف أثناسيوس الفائق الشهرة والمعتبر معيارا غير متغير للإيمان الأرثوذكسي، لقد اتحدت في المسيح حقيقتان مختلفتان تماما بحسب الطبيعة، أعني اللاهوت والناسوت، غير أن المسيح الناتج منهما هو واحد تماما. مهم أوي كلمة البابا كيرلس الكبير عن البابا أثناسيوس أنه المعتبر معيارا غير متغير للإيمان الأرثوذكسي. هو بيقول إن هو استلم هذا التعليم من البابا أثناسيوس، وعلينا الآن أن نستوضح هذا الفكر الآبائي فيما يختص بقيامة المسيح من بين الأموات. القديس كيرلس الكبير بيقول إننا جميعا كنا في المسيح لما مات وقام بنا ولأجلنا. كلام في غاية الأهمية، هقوله تاني. إننا جميعا كنا في المسيح لما مات وقام بنا ولأجلنا. ويقول إنه قام
حاملا في نفسه كل طبيعتنا، من حيث أنه كان إنسانا وواحدا منا. العبارات دي كلها متاخدة من تفسير القديس كيرلس لإنجيل يوحنا، إنه قام حاملا في نفسه كل طبيعتنا، من حيث أنه كان إنسانا وواحدا منا. وبيقول أيضا إنه يحوي جميع المؤمنين في ذاته في وحدة روحية، وإلا فكيف كان يمكن لبولس الرسول أن يكتب قائلا إنه أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات؟ فمنذ أن جعل نفسه مثلنا صرنا نحن ذوي جسد واحد معه. في اليونانية سيسومي، سيسومي يعني ذوي جسد واحد معه، وصار هو يحملنا كلنا في نفسه. فلما رجع الرب إلى الحياة وقدم نفسه لله كباكورة للبشرية، حينئذ بكل تأكيد تحولنا نحن أيضا إلى حياة جديدة. ده الكلام، لما رجع الرب إلى الحياة أي قام من بين الأموات وقدم نفسه لله كباكورة للبشرية، كباكورة للبشرية لأنه هو بكر البشرية وكل البشرية محمولة فيه، حينئذ بكل تأكيد تحولنا نحن أيضا إلى حياة جديدة. بيقول أيضا مع كونه هو الحياة بطبعه فقد مات بالجسد من أجلنا لكي يغلب الموت من أجلنا ويقيم الطبيعة البشرية كلها معه، لأننا جميعا كنا فيه بسبب أنه صار إنسانا. كل العبارات الماضية لم تخرج عن هذا المضمون وبتقال بصيغ مختلفة، وكل هذه الصيغ بتخدم غرض واحد، هو أن كيف أننا قمنا مع المسيح لما قام من بين الأموات، لأننا كنا فيه بسبب أنه صار إنسانا. بيقول إن المسيح لما استعاد الحياة ناقضا سلطان الموت لم يكمل قيامته هو من أجل نفسه، إذ أنه هو في ذاته الكلمة الإله، ولكن حيث أن طبيعة الإنسان كانت بكاملها في المسيح مقيدة بسلاسل الموت، لذلك قام ليمنحنا بركة القيامة من خلال نفسه وفي نفسه. طبيعة الإنسان كانت بكاملها في المسيح، فكل ما يحدث في جسد المسيح يحدث في كل طبيعة الإنسان، ولكن الشرط الوحيد هو ما أنه لا يستطيع أحد أنه يعمل هذه النقلة من المسيح إلى الإنسان إلا الكنيسة. دي بعض النصوص المهمة اللي بيتكلم فيها القديس كيرلس الكبير عن أن الاتحاد الأقنومي في المسيح، أي اتحاد اللاهوت بالناسوت، غايته هو أن تنتقل الحياة من المسيح إلينا، فلما قام قمنا معه.
هنتكلم عن بند آخر، وهو تأثير قيامة المسيح على كل البشرية. يميز القديس كيرلس الكبير بين نوعين من القيامة، نوع عام للجميع ونوع خاص فائق من الحياة، أي أن قيامة الرب من بين الأموات قد أثرت على البشرية على مستويين. المستوى الأول عام، يدرك جميع الناس بلا استثناء، وذلك بقيامة أجسادهم في اليوم الأخير، سواء كانوا أبرار أو أشرار. المستوى الثاني خاص للذين يقبلونه، وهي القيامة الروحية لجدة الحياة. ففعل قيامة المسيح بحسب تعليم القديس كيرلس الكبير فعل على مستويين. المستوى الأول عام، طال جميع الجنس البشري، إذ سيقوم الجميع بلا استثناء في المجيء الثاني. ولكن المستوى الخاص للذين قبلوا المسيح مخلصا وإلها هي قيامتهم الروحية لحياة جديدة. هنتكلم عن المستوى الأول اللي هو المستوى العام. يقول القديس كيرلس الكبير إن القيامة أدركت جميع الناس من خلال قيامة المخلص الذي تسبب في إقامة طبيعة الإنسان بشمولها معه، غير أنها لن تفيد شيئا لأولئك الذين يحبون الإثم. كلام واضح. وبيقول أيضا إننا نعتقد أن السر الحاصل لقيامة المسيح يمتد ويدرك كل طبيعة الإنسان، فنحن نؤمن بأن طبيعتنا كلها فيه هو أولا قد انعتقت من الفساد، لأن الجميع سيقومون على مثال ذلك الذي أقيم لأجلنا، وهو حامل الجميع في نفسه من حيث أنه إنسان. وكما أننا سقطنا جميعا في الموت في الإنسان الأول، هكذا أيضا سيقوم الجميع في الذي صار بكرا لنا. ولكن الذين صنعوا الخير إلى قيامة الحياة كما هو مكتوب، والذين صنعوا الشر إلى قيامة الدينونة. وأنا أؤكد الكلام للقديس كيرلس الكبير، وأنا أؤكد أن القيامة للعذاب هي أصعب وأقصى من الموت نفسه. فلما أنا بقول من شوية أن قيامة المسيح لا يمكن أن تنتقل إلينا إلا عبر الكنيسة، فبأقصد بيها القيامة للحياة وليس للدينونة. لكن قيامة المسيح أصابت كل الجنس البشري بلا استثناء، حيث سيقوم الجميع في اليوم الأخير إما للحياة أو للدينونة. بمعنى آخر، أن نعمة القيامة تنتقل إلى الجميع بقيامة أجسادهم سواء شاءوا أو لم يشاءوا، وذلك بفعل التغيير الجذري الذي أجراه الرب في صميم طبيعة الإنسان لما قام بالجسد حاملا طبيعتنا بكاملها في هذا الجسد. وهذا هو المستوى الأول العام. المستوى الثاني الخاص
هو للذين يقبلونه، فهي القيامة الروحية لجدة الحياة. القديس كيرلس بيقول في تفسيره لرسالة روميا إصحاح 6 آية 3: لابد أننا نحن الذين دفنا مع الرب، يعني في المعمودية، نقوم أيضا معه روحيا، فإن كان الاشتراك في الدفن معه معناه الموت عن الخطيئة، فمن أوضح ما يمكن أن الاشتراك في القيامة معه يعني بالضرورة الحياة في البر. القديس كيرلس الكبير أسهب كثيرا في حديثه عن هذا المستوى الثاني الخاص، إذ أن المفاعيل الروحية لقيامة الرب فينا هي أنها بتدخلنا في علاقة حية مع الآب والابن والروح القدس. وهنحاول نحصر هذه العلاقة الحية مع الثالوث القدوس في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن القيامة تمنحنا الروح القدس. النقطة الثانية هي أن القيامة تشكلنا على صورة الابن. النقطة الثالثة هي أن القيامة تعيد إلينا بنوتنا للآب. ونلاحظ أن هذه البنود الثلاث السابقة متصلة ببعضها البعض اتصالا وثيقا، حيث أن البند الأول منها، وهو أن القيامة تمنحنا الروح القدس يسكن فينا، يقودنا حتما إلى الثاني، أن الروح القدس يشكلنا على صورة الابن، والبند الثاني يقودنا إلى البند الثالث، أننا حينما نتشكل على صورة الابن نصير أبناء للآب. فهذه الثلاثة بنود متصلة ببعضها البعض. هنحاول نتكلم عن البند الأول، وإن كان الكلام اللي هيأتي ذكره هيبقى من الصعب أنك أنت تفصل التلات بنود عن بعضها فصل نهائي، لأنها زي ما قلنا متصلة ببعضها البعض. لكن عشان نوضح الكلام هنحاول نختص بالنصوص اللي بتخدم البند الأول عشان يوضح شوية ما معنى أن القيامة تمنحنا الروح القدس. يقول القديس كيرلس الكبير: الرب يقول قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، لأنه بالإضافة إلى استعادة الحياة بعد الموت، يعني ينال المؤمنون به رجاء جميع الخيرات الصالحة. وغالبا ما تشير كلمة أفضل إلى ذلك النوع الفائق من الحياة الأوفر والأكرم، وفي هذا إشارة ضمنية إلى المشاركة الكاملة في الروح القدس ولو بأسلوب سري جدا، لأن استعادة الحياة الجسدية يعني ستكون عامة للقديسين والخطاة كليهما، ولكن المشاركة في الروح القدس لن تكون عامة للجميع، لأنها هي الحياة الأفضل، أي التي تفوق ما هو عام للجميع. ليكون لهم حياة وليكون لكم أفضل. لقد وهب لنا روح التجديد، أي الروح القدس ينبوع الحياة الأبدية بعد أن تمجد المسيح، أي بعد قيامته.
إذ نقض أوجاع الموت وأظهر نفسه فائقا لكل فساد، وعاش حياة جديدة حاملا في نفسه كل طبيعتنا. فلماذا لم ينسكب الروح قبل القيامة بل بعدها؟ لأن المسيح قد صار باكورة الطبيعة المتجددة لما عاش من جديد ناقضا أوجاع الموت، فكيف كان يمكن قبل ظهور الباكورة أن تتجدد حياة الذين يتبعونه؟ هو بيسأل ويجاوب على نفسه، ليه الروح القدس ما كانش ممكن ينسكب إلا بعد قيامة المسيح؟ فبيوضح أن المسيح هو باكورة الطبيعة، طبيعتنا، باكورة طبيعتنا بعد أن تجددت بقيامته. فكان لا يمكن قبل ظهور هذه الباكورة أن تتجدد حياة الذين يتبعونه، وحياة الذين يتبعونه تتجدد بالروح القدس. فكان لا يمكن أن يعطى الروح القدس إلا بعد القيامة. بيكمل ويقول: لأنه كما أن النبات لا يمكن أن ينبت من الأرض قبل أن يتجون، قبل أن يتكون أصله أو جدره يعني، هكذا نحن أيضا إذ صار الرب يسوع المسيح أصلا لنا لعدم الفساد، لم يكن ممكنا أن ننبت قبل أصلنا. ولكي يظهر الرب أن زمان حلول الروح القدس علينا قد أقبل بعد قيامته من الأموات، لذلك نفخ في وجه تلاميذه قائلا: اقبلوا الروح القدس. فواضح هنا أن الرسل القديسين بصفتهم باكورة البشرية الجديدة كانوا أول من نال نعمة الحياة الجديدة بالروح القدس لما نفخ الرب في وجوههم مساء أحد القيامة قائلا: اقبلوا الروح القدس. هذا هو ما يكرره القديس كيرلس الكبير غير مرة في شروحاته. وأما نحن فإننا ننال نفس هذه النعمة في المعمودية، حيث تتم فينا هذه الولادة الثانية بفضل قيامة الرب من بين الأموات. مبارك الله الذي ولدنا ثانية بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. هذا الذي له المجد والكرامة والسجود إلى كل آباد الدهور. آمين.